ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي، ننتظر الحفل العظيم وعد مولانا الكريم. والقرآن ربيع قلبي يسحبني دوما في ذا، في كل وقت أتلو ومرأت أن يرضى. والقرآن ربيع قلبي يسحبني دوما في ذر، في كل وقت أتلو ومرأت أن يرضى. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نرتقي، ننتظر الحفل العظيم وعد مولانا الكريم. والقرآن يرفعني بالأخلاق ربيني، أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابيني. والقرآن يرفعني بالأخلاق ربيني، أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابيني. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نرتقي، ننتظر الحفل العظيم وعد مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مؤسسة مركز روحة كسوة بلابتها حلقة ضل وصوة بلابي بسيد كسيد علي هيد حلقة ضل سولة سوقين شري بعد العصر كا إلى إيو عشايقة إي أردو جوب شرين مركز أردو كوان بي أهايين أردو داسة أنتون بقارين أي أهايين. الحمد لله سي وحوي مربو أسي في ديسي أردو أسي بدنيسي إن تيادة يوم رهونا أسي في عنانيين وحي نقطي إن أن بسيد كي كبغرو ودبتنا أنو قرء قرر. halkaas ay muwaasadu ku soo bilaabantay xalqada noocaas ah ay ku soo bilaabantay in markii aanu guriga u soo gurneen masaajidkii aanu ka soo gurneen waxa ahayd 2022kii bishii in tobnaad markaas ahayd. alxamdulillaah muwaasadu waxa bixisaa barnaamijyo kala duwan bay bixisaa. barnaamijyada waxa u horeeya waa qaybta barbaarinta, qaybta keejida ama xadaanada sa kulbo waxa uu qofku u yaqaano. qaybtaas ayaanu bixinaa oo barnaamijka koowaad aanu bixinaa. qaybta ardayda waxaa awooda loo saaraa oo laga dhisaa waa akhriska iyo qoraalka, iyo adkaarta. intaas saddexdaas shay ayaa awooda aad loogu saaraa. ardayduna muddo kooban bay ku dhameeyeen higaada, muddo 8 bilood ay ku dhameeyeen ardaydu. ardayda yaryar ee waxa weeye iyagu bilowga mooyee waaday ugu batan toban bilood ku dhameeyay mooyee, laakiin ardayda kale sida caadiga 8 bilood iyo wax ka yar bay ku dhameeyaan, sida 6 bilood 4 bilood ardayda qaar ba xataa 3 bilood ku dhameeyay. waa qof iyo fahanki iyo dadaalki. qaybtaasi marka waa qaybta koowaad. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب طلبات أما برنامج كلابات أنا بحنا وحوي وحفظ قا يمراجعة قف إما كقرآن كدوني إنه حفظيه أو يسوى قيبت حفظي نقنية يقف أنت قرآن هروس وحفظي وقرآن ككلا داتو دوني إنه مراجعيه إذن هو قيبت لبعض برنامج كصد هذا أنا بحنا وحوي وتصحيح يتدريب قف عرب كيسي ولا صح يا قابك قرآن كأخري ولا صح يا قيبت أصلا هو قيبت صد هذا إذن قيبت أفراد أما برنامج كأفراد أنا بحنا وحوي وعرضه قفكم مرك عرب كيسي لا صار يسوا قرآن كوسيف عن صاحف ضيا مقابل وجرية مقابلة مرك وجرها ضم مقابلة وصبحه عرض جيبه بلابيا وأه قيبت إجازة ده إنه هالرواية أم هالقراءة وإجازة قاطه برنامج كشان هذا بحنا وحوي وقيبت قراءاتك قراءاتك وإفرادا وجمعا بالله بحنا يو يو كلي كلية يو يو وحوي جمع سكيبة برنامج لحالة نبحنا وحوية وقيبتا حفظة متونة إن متونة علمية هيد اللي حفظيه إذا وقيبتا سنو وقيب كم إذا برنامج هذا مؤسسة أي بحسه وسين أكسوني وحالة لهذا من حفظ المتون هذا الفنون قفقة متونة حفظية فنون توا كوبية حفظ غنوة شيء آدي آد مهم وآه وفحفظ فكل حافظ إمام وكذا صاحب الرحبية وقيبتا سنو وقيب متونتي علمي هاي هذا نقطة متونتي تجويد كقراءات كا ويجا سيجوني أود لاصار يوم متونتي كلا علمي هاي ب إذا نقيب توال وحفظيا. برنامج كا تضبط أنا بحنا وحوي وبرنامج حليات وبرنامج يو إن حلية قاربها صار تصور عن رمضان تأكله وحنو بحنا برنامج لا كشف الطاقات أو إن رمضان تلو توله كل كيسة دحاض لقبتها وبرنامج يسونه إن ككوان قيوب كل دون وما برنامج كل دون سي كوب سنة يستقبل فيس سيدا قايبتي إن حفظ جي مراجعة قايبتي وحوي عرضها إن قيبتي إن متونتها لو حفظيه إن وحوي متونتها قيبكم إذا لو شرحي يسوي مركب بيشة صبوبها بيشة رمضان أيوبوبها مركب يسوي نوع برنامج كتضواضع إنه بحنا هو برنامج شو واختي إذا قار كل لقبته برنامج كسيديا إنه بحنا وحوي وقيبته أونلاين قيبته أونلاين كوي ويدونا أرضي ده وحوي ده كوا مجالات شو غي كوا كبح صبا أيونا كفاية ديستان سينوكسوني ما أنت عالم كوي سفرمي إلى هنا نعمون كونيسية وحكم إذا إنترنت كاكم إذا إلى هنا نقرد وكوة سيونا كسينو كفاية ديستان قيب تاسمرك وقيب أولينا وأرددو حوي هالكاي قوقاتان عشر ودودة إيو حسده هودة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله عايزنا مع أحد يداسكم قدسيني واذكروه كما هداكم وإن كنت من ربك من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك ديني الإسلام لماذا خلقنا الله تعالى لتوحيدي وعبادتي وحده بما عرفت الله بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر ما أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى معادم ذنب عند الله تعالى الشرك بالله تعالى كم مراتب الدين هي كم مراتب الدين الثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان مؤسسة لبا قيبات بيكا كوبان تهي حقا هدي لإيجي اسماهان وقيب فرع كوادة يو حوي فرع لبات وقيب طلبات hablaha iyo inamadu way kala soocayeen waasada hablaha iyo inamadu way kala soocayeen waana xayaabaha miisada gaarka ah ee muwaasadu leedahay labada qaybood aan idin sheegay qayb waxa ku dhigta hablaha oo hablaha gooni u tahay qaybta labaadna waxa ku dhigta inamada oo inamada gooni u tahay iyaduna labada qaybood bay muwaasadu ka kooban tahay waqtiga muwaasada la dhigto waa gin hore iyo gin dambaba iyo habeenkiiba habeenkii lefteeda waa la dhigtaa soo kale waxa jirta arday iyagu khamiista iyo jumcaha dhigta oo shantii cashay soo haleel waayay arday shantii cashay soo haleel waayay mashquulsana ama shaqo ku mashquulsanaadaan ama waxbarasho kale sida jaamacadaha iyo iskuulada iyo macaahidaha ku mashquulsanaadaan labada casho maadaama dadka badankoodu fasaxay yihiin goobaha waxbarashada ay fasax yihiin labada casho ayay iyaguna ka faa'iideystaan oo iyagana loo dhigaa muassasadu waxay wax u dhigtaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan yararki waa loo dhigayaa waaweynki waa loo dhigayaa sidoo kale dee offline-na waa loogu dhigayaa waa imanayaan qaarkood online-na waanu ku dhignaa ciddii soo haleeli weyda online-ka loogu dhigaa muwaasasadu waxay leedahay miisaad mumayizaad bay leedahay waxaa ka mid a mumayizaadkeeda kow horto galaaskii waxaa fadhiisanaya arday kooban ba galaaskiiba fadhiisanaysa si waxa weeye 20 arday fasalka ugu badan waa 23 arday fasalada qaarkoodna 20 way ka yarihiin anagoo taa uga danlay in awoodda la saaro tayada si waxa weeye uu macalinkiina markuu arday kooban hayo si fiican buu ardayda koobnida wax u gaadhsiin karaya لكن ولا يحط على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون
عادي من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا إليه النشور. ماذا نقول عند دخول من الحمام؟ اللهم إني أعوذ بك خبث الخبائث. ماذا نقول عند خروج من الحمام؟ يسرى لك. ماذا نقول قبل الوضوء؟ بسم الله. ماذا نقول بعد الفراق من الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين. ميزيد الله المواصد الذي يحويه هبلها ينود وكل سوعين وهبلهنا واحد كل جنايا قيب جونية إن هذا قيب جونية كل جنايا هبلها واحد كل جيا معلمات الضمر بها هبلها كل جيا رب عمر دجان بل واحد ويا قيب تودا واحد ما مشا ما ولد بليه رح قيبتها رقم الضمر موي رجل ومارك رقيبتها قيبتها إن مدنا معلمين رجب يجنا كل جيا سو كلام معمول من أهل شوقة رح وكل سعيهن لوضيها oo hablihi hina habla u dhigaya inabadina inama u dhigaya miisada saddexaad ee muwaasada uu leeyahay waxa weeye macallimiinta dhigaysa waa macallimiin dhisan oo aqoon ku filanna leh waa aragnimana haysta waa miisada saddexaad ee doona miisada afraad ee muwaasada uu leeyahay waxa weeye dhamaan qaybihii bulshada waxba u dhigaysa yaryarkii waaweynkii sidoo kale waqtiyadii qofka uu xaleelayay jaaniskiisu uu fiicnaa sida khamiista iyo jimcaha ayay dhigaysa إذن هو ميزة نسد هذه مؤسسة ولا ده ميزة أفراد المؤسسة إلى ده وحوي وقيبتها عن شيء حفظها متونتها وهذه شر يمكن متونتها ما له حفظها ويرتها ويرتها ونادر بركا قيبتها سن مؤسسة وميزة كارا وإلى ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله أنا قوم جعيب يوسف إسماعيل علي كان سؤال الفصل عائشة أنا ولا شيء اسمي محمد عمر وحن ما تحرك سجدنا تفسير سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مجعيلة وقبل هذا يا الرحمن لا نحرستك وزن حرستك قال مسلم الرحيم إن حرستك رهانتك مؤمنين قل هو الله أحد قل واحد أنا محمد هو الله إلهي أحد واكلي الله الصمد الله الصمد إلهي والله حاجوين كي عبادين كي ولا قصدين لم يلد ولم يولد لم يلد إلهي وحمد عليم ولم يولد إلهي لا من العليم ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن مؤهان له الله كفوا مثل ما أحد وقفنا بسم الله وحكم الله يا مجعي إلهي الرحمن الله نحرستن حرستك ودك الرحيم الله نحرستن حرستك أرك إذا جاء مركو يمعطو نبي الله ونصر الله قوشي لهي الفتح يغفر رشاد مكة ورأيت الناس أدركت نبي الله الناس تطكي ويدخلون سوقلي في دين الله الدين تيلاي سوقلي أفواجك وحكوه فسبح بحمد ربك تصبيح
وتصبح صو ربيا الله قدر يا حمد ربك مع مهنق ربك واستغفر تبدافنا ويديس إنه كان يسقوح نقل تواب من توابة أقبل أردد القرآن كليات المسيح ما دوين كلا الله راعي سيما كويدين كأركي أردد قاركو تفسير كي بأخرين أردد قاروح أخرين عقيدتي قاروح أخرين حديثكي قاروح أخرين فقهي قار أذكارتي بأخرين قاروح أخرين متونتي تجويد كي قراءاتك مركا أردد القرآن كليات لغمار ديقو حلو قوليقا وحوي علومتي شرعة قيبة كميدة يقولوا الرائسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا زمان الصبر هلاك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع ديما فهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. حيالها مواصدو ميزيد أولا إذا حكم إذا أردد لما أوليو أولا لما أدكسدو أردد ولا ديري قرية ستصالحان أردد في عنين سفر الله سارو ملا مقالة كبحسن إن لقيو قوبها لغو عيارو مقالة كويالة ومقوبها لغو دباشيكو ولا هالمالا إن وحوي لصوت صو حرمها إن برشدو أي وذاك تقار كنت حرمت الدبس كأكله حيالها صلاصة ما يأردده لكن الأردده وحوي لما أولايو قفت نسك قل هذا ما هو قله فتح على شتى ول كله ولا فتح لا كله ولا هدمه كله ولا هو همس فتح همس تعال لا فتح لا ألا هدمه ألا qorshaha iyagu wuxuu yahay inaanu soo saarno arday dhisan aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo aqeed ahaan isla markaana garanaya xaqqa rabbigoodu ku leeyahay iyo xaqqa naftoodu ay ku leedahay iyo xaqqa ama xuquuqda uu makhluuqa intiisa kale ku leeyahay muhiimadeedu waa taas waxaan qorsheysan bi idinillaahi ta'aala inaanu barnaamijyo cusub oo bulshaduna u baahan tahay in horna aanan u qaban jirin ama wax weygeyga aan ka jirin inaanu keeno biidhnillaahi tacaala ilaahayna waxaa ka rajaynayaa inuu rumeeyo insha allah maasuu nabiyina sala allahu calayhi wasalam maxamed bin cabdillah bin cabdi mudalib bin hash wayaash bin bosho qorosh bin xarad mata wulidu nabi من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمين بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماتت أمه. 6 سنوات. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاة أمه؟ جدو عبد المطلب ثم عموه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هادمت سعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في سقله؟ بالرعي والتجارة. من هي زوجة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت خويلد. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. الذكور قاسم عبد الله إبراهيم الإناث رقية زين بنت كلثوم فاطمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي؟ 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان يسوء بالوحي كان عليه صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام سيدو كلا مؤسسة واحة كحران كاميرا دو CCTV كاميرا كحران وارد دار كاسا لغلا سعونا يا أمان كودة إتا مؤسسة يكسوين حتى مؤسسة دبدي دو حوي كاميرا كحران
سو كلام مؤسسة وحلا ذي كواردي أو ملك استوقف ومجال ذي كيس وجين كواردي أسا تيجي سو كسوق هذا سا كوني علنيس بسم الله ما جعل هاي بنك بلا بي الرحمن لا نحرت وذن حرت قال مسلم بأرحم يا له نحرت قال هان نحرت من أنت إذا سلسلت مركل كل كيلو الأرض رولكي سلسلة كل كل شديسي وخرجت أسوأ صارت الأرض رولكي أثقالها على سيدي وقال لأن أنا إنسان ضدك إمالها محاس ونادي وما ذي مانك تحدثه ورمن دونتها أخبارها وركذي بأن واي ربك ربي جابه وحالها أمري يوم ذي مانك يستور وسوف لدون الناس ضدك أشتات يوكل التكسي ليروم سيو أركان أعمال مع ماشد فمن يعمل متكس قلت مثقال درة قرآن تليقو خيرا خيرا يره وأركي فمن يعمل متكس قلت مثقال درة قرآن تليقو شرا شرا يره وأركي ربي بان أنتتوذي فرحة الرياقي والداء راشي هو ذان كراشي علمي برميستي نفتي ذي الربيعي شهدي كان كصاري ري ذي قادي قادي هدوان قريي قريي رفكي يدالكي إيه سبح رعلينتي قرار أخسكراكي إيه درق بيوبكي ربي إما خسارين غيركي إيه مريبين قوشي وي إيقادي إيقادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قلت أننا وحن نكمل هاي الدرولين تاعي سكول خوشة قوية markaatan annagu kamid nahay darawaliinta ee iskuulka u shaqeeya si habsami leh u shaqeynaa annaga runtii iska xilsaarayna qaaditaanka ardayda iskuulka dhigata oo si mas'uuliyad ku jirto u qaadna arday walba gurigooda hor dhigna xilliyada roobka oo kale xil gooni aan iska saaraa marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha in ardayda loo xafidayo ardayda dhigata iskuulka iskuulkeena in loo xafido doono waxaan ilaalinaa xawaaraha gaadhiga ku socdaan ilaalinaa annagoo xawaare maxaan ku raadahay xawaar hoose ku socona isla markaa la socona dhaqdhaqaaqa ardayda aanu sidnana la socona marka runtii xil weyn baan iska saarnaa ardayda waxaanu leenahay waalidiinta waanu xafidnaa waanu xafidnaa intii karaankayga waanu xafidnaa ugu dambeyn waxaan bulshada u dirayaa waalidiinta aan u diraya waalidiintu ku inay ubadkooda aada uga warhayaan maanta waynu ogsoonnahay waynu ka warhaynaa waaqicu siduu yahay social mediahiin waxa weeye uu dadkii in badanoo kamid aha leeyay marka waalidku aada caruurta uga warhayaan soo kale cidday la saaxiibayaan la socdaanna waalidiintu ha ka warhayaan waxyaabaha ubadkiina wanaajinaya waxaa ka mid ah una weyn inaan u ducayno inaan u ducayno oo mar kasta waxa weeye aynu u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala inuu hagaajiyo inuu wanaajiyo inuu ka dhigo kuwo waxa weeye diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda anfaca inaan u ducayno oo aynaan habaarin caruurtii haddii aynu caruurtii habaarno ee habaarkaasi waa ku dhacay nabi rasuulka sala sala wuxuu sheegay ee habaarka waalidku inuu dhacay markaa taa aynu iska ilaalino caruurtana aynu ka warhayno si dhow aynu ula socono goobaha waxbarashadana caruurtu ay dhigtaanna iyagana aynu ku xidhnaano oo aynu la socono xaalkooda caruurta waxbarashadoodu say tahay in aynu wareysano maamulka iyo macalimiintaba haddii isku xidhnaanshiyaha la helo waalidkii iyo maamulkii iyo macalimkii isku xidhmaan ilmihii ma helayo meel dhex uu ka baxay ka baxu ma helayo ama uu ka baxsado ma helayo markaa taasi markay timaado waxaanu helaynaa in ilmihii aynu ka warhayno aqoontiisii akhlaaqdiisii iyo waxa weeye ciddii uu ku xidhnaaba qodobka koowaad waa kaa waalidka u diraya qodobka kale aan bulshada dhammaantood u dirayana waxa weeye iyaguna inay waqtigooda ka faa'iidaystaan wax anfacayana ay uga faa'iidaystaan wax adduunka anfacaya ama aakhiradooda anfacaya ama adduunkooda iyo aakhiradoodaba anfacaya sianu ogsoonnahayna waqti waa shay aad iyo aada u qaaliya qofkuna wuxuu ka kooban yahay maalmo iyo habeenno maalmaha iyo habeenada wax ka mid a hadday tagaan qofkii bar ka mida baa tegey xasan albasri taabiciga weynaa raxmat ullahi caleyh ayaa la weydiiyey dabeetana wuxuu yihi ya ibna aadam inamaa anta ayaam taabiciga weynaa ee xasan albasri ayaa wuxuu yihi ya ibna aadam inamaa anta ayaam
فإن ذهب يوم ذهب بعضك من آدم وعدو وحتي وحوي معلومة ليسوكي هذه مال كم إذا معلومها أو تغنى برد كامي دباتي شاعر كنا وكيلها وما كذب الذي قد قال قبلي إذا ما مر يوم مر بعضي وحولي بين موشيين كي أنا هرتي يري هذه مال إقامي دي تغو مر بعضي برد إقامي دباتي فقف قستو أكسونو وقت كان صعوني وعمري قاقي ينوشادي رسول صلى الله عليه وسلم فشيغي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصيحة والفراق لون معينيهين لون معوضدك بدن كود ايدقينيهين يعني ديدك بدن كود مدرين سنة وهذا نعمو حوي والصيحة والفراق وعافماتك هي جانسك أما فرسدة كانوا كفا ايدي سنو قف عافماتك قبا حبو نعمدا قرنيا ودريميا مركو حانوصو قفك وحوي نعمة الفراق يساقون قفو قرنيا مركو مشغولو ايو جانس بيوه لغايو جانس وحوي وحكو برتو جانس وحكو مراجعي شانس وهاوليسي كلكوف الشدو مركز ودريمية مركز فرصة دانا انو كفائدي سنو